المتبعين ديال المجموعه. دابا راني جيت عند الاخت فاتحه ولقيت بزاف ديال الاخوان هنايا، اخوان اللي حتى هما عندهم قناه كبار تبارك الله ما شاء الله. دابا جيت عند اخت فاتحه ولقيتهم هنا. دابا اخت فاتحه بقات فينا بزاف، ومن بعد ما طلعت وفرحات وفرحوا المغاربه الحرار خارج المغرب وداخل المغرب، فرحوها بزاف وفرحات مسكينه والامان صافي الامان، قالت هذا الامان المغاربه حرار عاونوها وفرحوها. واحد المده قليل من هذا ولاو ماشي مغاربه هذوك اللي بكاوها وطيحوا لهاد موحه، وما خصهمش يديروا هكايا، ما خصهمش يديروا هادشي، حشومه عليهم حشومه عليهم. كنتمنى الا اللي سمع هذا الفيديو ولا تيعرف هو اللي دا هاد القناه للاخت فاتحه يخاف من الله سبحانه وتعالى ويرجع على القناه ديالها، وراه الدنيا ما دايماش، ويتقى سيدي ربي في اخت فاتحه مسكينه، راه تستاهل كل خير وما عندهاش اللي يخدم عليها، وعندها الميمه ديالها كبيره، وراه مساكن غير اخت ديالهم اللي كتعاونهم وكتنوب عليهم وكتعونهم، ما عندهمش ساكن لا من ياكلوا لا اللي يخدم عليهم لا والو، والحاله حاله الله سبحانه وتعالى. ومن بعد ما المغاربه بقات فيهم وتعاونوها في هذه القناه وطلعت تبارك الله. ايوا هذا الشيء اللي وقع، وهذا حنا مأسفين لهذا الشيء، ما بغيناش هذا الشيء يوقع. هلا شحال بغيتي لالا؟ هاكا بائع متجول تنبيع البيض. اخويا هذه المراه هذه بقات فينا كاع بزاف، والله الا بقات فينا. المراه ضعيفه وضعيفه من عينيها ما عندهاش، والصحه ما عندهاش، وواحد الوالده ديالها مسكينه هي عيانه فايته 80 عام، وكتبقى فينا مسكينه. ولو نجي نبيع لها غير 10 البيضات، نصير 100 درهم ديال ليسانس ونجي نبيع لها غير 10 البيضات وما نخليهاش. عيب عليهم والله، لا عيب عليهم اخويا، عيب عليهم داروا لهذا المشكل هذا. ما تستاهلش والله ما تستاهل، هما يعاونوها ماشي هما يحيدوا لها. كنجيب لها البيض حتى لهنا ونتعامل، حتى حنا ضعفاء كلشي ضعفاء، ولكن حنا الحاله ديالنا كنشوفوها هي كنساو الحاله ديالنا حنايا. كلشي راه ضعيف تحت الله سبحانه، ولكن ملي كنشوفوا هي ديك الحاله ديالها ماشي بحالنا، حنا عندنا عويناتنا، عندنا الصحه ديالنا، نقدروا نمشيو هكا نمشيو هكا، نخدموا في سماره، نخدموا في بزاف ديال الحوايج، نقدروا نجيبوا المعيشه ديالنا. هي مسكينه راه واحد الحاله، ما اش غنقول لك، الله يهدي الجميع، الله يهدينا. المعامله ديالها معاكم لا مزيانه مسكينه، واخا ما عندهاش ما ترضاش. صافي 10 البيضات 160 ريال، ولو وما عندهاش ملي كتولي كتعطيني فلوسي، ما كنعطيهاش من عندي مثلا. كنساعدها كان بزاف ديال الحوايج، تعيط لي في التليفون تقول لي لا جاي جيب لي شي حاجه معك من المدينه، الحيمه ولا الخضيره ولا بزاف ديال الحوايج، وتخلصني ما ترضى لا بيا لا بغيري. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.